عجالة. الحوالات المصرفية لها اتصال أيضا بقضية تغيير العملة بالعملة ونحو ذلك، فلها اتصال بحديث الباب. الآن أنا لما أروح البنك في السعودية أقول له خد 1000 ريال وحولها لمصر، يقولون بعض المعاصرين يقول إن هذا لا يجوز لأنه معاملة صرف تأخر فيها القبض، وإن زاد عليك البنك شيئا صارت ربا فضل، يعني فيها ربا فضل، قرضا صار جر نفع. فنحن نقول الآن السؤال لكم يا إخوان، أنا لما رحت البنك وقلت له عايز 1000 ريال دي بالدولارات، فالبنك عمل إجراء حسابي وقال لي ستكون في مصر ب5-6000 جنيه 10000 جنيه أو بالدولار ب300 ريال ولا 300 دولار أو 200 دولار وأجرى الأمر على ذلك، هل عملية الصرف الآن تمت أو ما تمت؟ تمت، فالقبض حصل في الحال، بقي قضية نقل المال منين؟ من هذا البنك إلى البنك المصري، إما فرع لفرع، إما أن يكون فرعا من فروع بنك السعودية أو يكون بنكا مستقلا بينهم وبينهم علاقة محاسبية تجارية. إذن قضية الصرف وأنه صرف تأخر فيه القبض منتفية، لماذا؟ لأن البنك سواء في مصر أو في السعودية أو في أي بلد بيجري الصرف الآن في الحال، ويقول لك 1000 تعادل كذا وبيديك ورقة وستحول بكذا ونأخذ رسوم التحويل اللي بيقول عليها إن هذا ربا جر قرض جر نفع. أقول لا، هذه رسوم اعتبرها أجرة نقل المال، وهل المقصود أصالة من هذه المعاملة شراء المال وبيعه أم نقله؟ نقل لا شك. ولذلك تأتي مسألة أخرى، اسمحوا لي. الآن أنت لو رحت تفك 100 جنيه والبقال قال لك والله مش غير 90، الآن ستبيع تعطيه كام؟ 100 بكام؟ صادرة فتوى يقولون لا يجوز هذا، لماذا؟ لأنها صرف والمثل للأمسية المتحدة. لكن أنا أسأل سؤال، هل هو باع 100 ب90 ولا 100 ب100 ولا أراد أن يغير صورة المئة المتحدة في ورقة واحدة إلى 10 ورقات حتى يمشي أموره؟ يعني هل هذه صورة بيع أصلا؟ ليست صورة، حقق المناط وافهم الصورة جيدا وتأملها. والله لو أراد أن يصرف 100 جنيه ب100 ليرة سورية أو ب100 ريال سعودي، نعم هذا صرف، إنما أنا كل الموضوع إن أنا عايز أغير 100 الواحدة دي الورقة الواحدة إلى 20 ورقة 5، 10 ورقات 10، 5 20، من أجل أن أتحرك. فمعنى البيع أصلا منتفي، فلما يقولون بالتحريم؟ فالتحريم هذا محل نظر، ولو قلنا به قلنا به احتياطا، لكن لا أنه حقيقة محرم. نفس الكلام الآن، حقق الصورة، هل الذي يريد التحويل يريد بيع مال بمال ولا لا؟ هو يريد نقل المال بطريقة ميسورة آمنة من مصر إلى السعودية أو العكس. ولذلك توصيف الفقه الصحيح لمعاملة الحوالات البريدية ونحو ذلك أنها معاملة صرف تامة، ثم المدفوع عليها هي أجرة نقل المال من بلد إلى بلد. أرجو أن الأمر واضح. نعم، ما أسمع الله شيخ الخير. نعم نعم نعم، ولا شك الصرف تم الآن في الحال، وإحنا كنا مثال يا شيخ عبد الخالق أيضا القبض الحكمي عن طريق الصراف البنكي، يقول لي بتاع الذهب لا أنا لازم يدا بيد. يا ابني الصورة ليست مقصود، المقصود كمال انتقال الملك في المالين. فأنا لو دخلت الكارت الآن في الصراف وضغطت انتر انتقل لحسابك ولا عرف طولك لو مت، بينما يد بيد أنقص بكثير من تحقيق هذا. فالشريعة الإسلامية تريد تحقيق انتقال المال في الملك في المالين حتى ينتقل تبعا لذلك الضمان وحرية التصرف في الملك. فالإسلام له معاني، مش يحقق أشياء لفظية، يعني هو فاهم إن يدا بيد يسلم عليه وكده، هذا معنى سطحي ما أراده الشارع لا من قريب. بيضحك الشيخ عبد الخالق، والله يوجد فقهاء يجننوا يا شيخ عبد الخالق، صحيح؟ هو يريد أن يحقق هذا المعنى، انتقال الملك على وجه الكمال من السائغ بتاع الذهب إلى المشتري اللي معاه الفلوس. فأنا يا سائغ أخذ الفلوس وتصرف فيها ويقع في ضماني، لأن لو سرقت سرقت في ضماني أنا، وأنت تأخذ ذهبك وتركب تلبسه مراتك تحطيه شبكة للزوجة الثانية للزوجة الثالثة، أنت حر، الجدع يعملها. فالمهم يا أخوان أن القبض يتحقق بهذا. إحنا كنا مسألتنا أصلاً، أنا تهت شوي، أبغى نتكلم في الحوالات. لا لا، قبلها مباشرة جرنا إلى تحقيق معنى القبض، الناس يفهم المعاني
فهما خاطئا. فنقول في الحوالة الصرف حصل بالقبض تماما، والمبلغ المدفوع هو في مقابل نقل المال.